يعني اول ما صار الاكسيدان ونزل هو حسسني انه هو من الفانز طبعا. انا حسيته فانز من الاوتوستراد لاوتوستراد كنت طلعنا انا وعائلتي يعني, فكتير حبيته. وبس وصل لتحت صار يحسسني انه قطعت الهم, هو عزمني على الموضوع كذا. انا كنت مشخشب بالموضوع يعني, بس نزلت حتى ادفع خاصه هول الضبين الحديد إيه؟ البلاكات ما بعرف شو بسمون هول, اسعارهم كتير حلوه هول كمان هالقد ما توخذني حقهم $7,000 إيه؟ فزلت ادفع اللي ما بقبل بليز انا طريقة عم بقول انا عايز عم تتعزم على الفاتوره إيه؟ بالمستشفى. لا يا زلمه ولو عيب شو جايين جربك انه اول شيء هذا اول مره بنعمل اكسيدان سوا محله هذا متقسمه نص بنص يعني شركه حلبيه من القصص المهضومه اللي صارت بالمستشفى وهيك هي النيرس نورس بتفوت على الستة تاخذ لك ضغطة بس تفتح الباب بيع على ضغطك انت ما بيكون بك شيء يعني انه مستعجل بدها تغير شيفت او مثلا بدي اقول لها الزمور تجي لعندك ايه بدك شيء مني لا عم زمر لك مسكر علي بدك تفضي وعطول هيدي يعني جننتني مش هي جننوني لانه كل ما عطول نورس بس بتفوت لعندك تكحت الناس الموجودين ايه اذا بتريدوا بتسمحوا له تطلعوا لبرا المريض بده يشرب ليش المريض منين بيشرب اصلا يعني انه من غير مطرح مثلنا مثله في يشرب عادي او بدها تغير له المصل يلا مسترخي السلام ايه وعندك الزيارات يعني الزيارات انا بالنسبه لي وكذا انه الزيارات لازم يكونوا وقتهم قد الفويس نوت تبعتيه على واتساب يعني من 50 ثانيه لدقيقة دي أو نص وكذا ما فيك تجيب على البوتي فور تقعد عندي 3 أيام سطح عرفت بالبيت لأنه المريض بده يرتاح والأسئلة أهضب شيء الأسئلة أنه شو صار معك؟ ما غايبين عن الوعي واخدينا شقف شو بدي خبرك شو صار معي؟ حادث صار معي طيب ليك؟ هودي جماعة كسروين حبيبة قلبي ما كانش فيك تهرب منه بلا بس ما لي عين أنه الزلمة جاي هاتم بوستات بوستات يهربني بروح بقى أنا بهرب لحوصي أو إنه كان هادي كنت تأخرت 5 دقايق ما كان صار معك هادي هلا صار عندي فوبيا شو ما بدي أعمل بتأخر 5 دقايق وبرجع الحمد لله على سلامتك نادي أبو شبكة thank you so much الحمد لله على السلامة